يا فرح ارفع راسك فوق شويه. ايه ده؟ صباح الخير. صباح الفل. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ احنا تقريبا على الهواء. لا انا شفتك فعلا وانا كنت بتكلم ماسك الموبايل، بصيت لقيتك موطيه قوي. انت عارفه ان ده بيعمل مشاكل كتيره جدا. انا يعني ده الطبيعي، يعني احنا كلنا. طب تعالي نقول للناس مشكله الفيسبوك والكاندي كراش والموبايل انه دلوقتي انه الواحد بينسى وبيسرح بقى، بيبقى قاعد. فيعني طب بصي يا فرح، عمري ما ركزت. تعالي نصبح على الناس الاول. نصبح على الناس. صباح الفل. احنا دلوقتي عندنا المشكله دي فعلا مشكله بنواجهها يعني في حياتنا اليوميه. 79% من العالم عندهم مشاكل في رقبتهم علشان موضوع الموبايل. بسبب مسكه الموبايل اكيد. في حاجات كتيره جدا الناس بتبقى عاملاها كل شويه، مش وانت بتتكلم في التليفون، لو انت بتبعت مسج قاعدين ماسكين زي فرح كده، ما كانت ماسكه فقاعدين عاملين الحركه دي. خلاص بقى مركز في الموبايل. جميله في العالم يعني بتاعه. بالظبط. احنا مش عايزين نشجع الناس يعني. طيب لا. فاحنا الطريقه الصح ايه بقى؟ المفروض نبقى ماسكين الموبايل. بص يعني احنا المفروض ان احنا بنرفع راسنا لفوق، بنحاول نرفع الموبايل يبقى في مستوى العين، زيه زي الايباد، زيه زي اللابتوب، زي اي حاجه وانت قاعده بتشتغلي لازم يبقى قدام عيني، ما يبقاش لتحت، ما بنزلوش لتحت. الموضوع ده اصلا علميا في ابحاث كتيره بتقول ان وزن الراس 5 كيلو، اللود دوت بيبقى موجود على عضلات الرقبه، هي يعني على قد ال 5 كيلو قادره تشيل. لما بنيجي ننزل لتحت اللود دوت بيزيد 25 كيلو زياده على عضلات الرقبه. فبالتالي يعني تبدا بقى العضلات نفسها تبقى اللي قدام هنا ضعيفه، والعضلات اللي المفروض بترفع الراس اللي فوق تبقى طويله وضعيفه. فبتؤدي للمشكله بتاعت الرقبه والكتف والظهر، مشاكل كتيره جدا الناس مش عارفه ده بتاع ايه. يعني ده غير الكبار كمان، اعتقد الصغيرين اللي لسه جسمهم لسه بينمو كده. ده اللي بقى جاي بقى من خمس سنين وانت طالع ده بالظبط، ماسكين برضو اللعب والايباد وكده، فاوريدي بيبقى الموضوع بيأثر عليهم. ده حقيقي، مع ان العلاج بتاعها يعني بسيط جدا جدا، ولو ركزنا فيه وبدانا نعمله كل يوم يعني مش هياخد معانا 3 دقايق. انا العضلات اللي موجوده عندي في الرقبه ديت هي العضله المسؤوله عن رفع الراس عندي، فانا هحاول ان انا اعملها 10 عدات مرتين بس في اليوم، ان انا بس دقني ازقها لورا واطلع لقدام. طب هي الحركه دي بتعمل ايه؟ انا شايفه ان هي حركه بسيطه جدا. الحركه بسيطه جدا جدا، بس هي مناسبه للعضلات بتاعه الرقبه ان هي تقويها. العضله الضعيفه هتقويها، والعضله القصيره هتعمل لها ستريتش واطاله علشان خاطر ترجع راسنا تاني لورا. كل ده الحركه دي بتعمل كتير مننا قوي ما بياخدوش بالهم من ده، بيبقوا ماشيين وراسهم فعلا طالعه لقدام شويه. صح. بس ولما بيروحوا يعني بيقفوا قدام المرايه، لما يرجعوا راسهم لورا يحسوا ان شكلهم مختلف. ده مش بس شكل حلو، تفرق نفسيا كمان يعني الوقفه. بالظبط. طب في غير مشكله الرقبه اللي هو الشولدر اللي هو شويه راوند شولدر؟ بالظبط، القتب. كل الناس عارفه القتب. صح. طيب احنا في الاول هنعالج الرقبه ديت بالتمرين ده. انا برجع لورا، قلت 10 بطلع لقدام 10 عدات. تمام، بطلع لقدام تاني، ازق بس دقني لورا. فعلا انا حسيت بالعضلات هنا، هتحسوا بالعضلات دي بتتحرك. الحاجة التانية موضوع الكتف ده موضوع مهم جدا جدا بالنسبة لشكل القوام بتاعنا، ان احنا يبقى شكلنا القوام بتاعنا مظبوط، ما عندناش اي يعني تشوهات قوامية زي ما بيقولوا. فاحنا على طول هنحاول ان احنا نرجع كتفنا لورا وصدرنا لفوق. في تمارين كتيرة قوي بتفرق معانا ان احنا نعمل الموضوع دوت من غير مجهود، زي ان احنا ممكن ناخد الدمبلز دلوقتي واوريكم تمرينين كويسين قوي ليهم. خدي الدمبلز. طبعا احنا دايما بنقول انه بدل الدمبلز في البيت ممكن ازازتين ميه صغيره. مظبوط، ازازه صغيره او كبيره. الكبيره دي تقريبا كيلو ونص، فهتناسب اكتر للتمرين دوت. فانا هحاول ان انا هبقى هنا في البوزيشن ده، وهطلع فوق، هنزل تاني تحت بالراحه، بس هحاول ان انا كويس يبقى مفروض شويه. ايوه كده، طلع ايدك قدام هنا. برافو، زي ما انت كده. ننزل بظهرنا اكتر لحد ال 90 ديجري، لحد 90 درجه، ونبقى تانيين الركبه برضو. ركبتي متنيه. فرح بقت كوتش خلاص. فرح هي اللي بتمرن خلاص. اشد بطني قوي. والنفس ازاي يا فرح؟ السهل النفس السهل تقريبا انهيل ولا ايوه. احنا بنطلع الهواء واحنا بنعمل الحاجه المتعبه. لو الحاجه المتعبه ان احنا نطلع لفوق، فاحنا بنفضي النفس ده في كل التمارين اللي موجوده. ده اول حاجه، 15 مرة. ريحي يا فرح خلاص، احنا بعد ما نخلص هنكمل احنا مع بعض. هتحس ان ديت شدت، بس هي العضلات الخلفية هي اللي بقت أقوى. تمام. وقدام هنا بقى يحصل حاجة اسمها استرتش أو إطالة للعضلة دي، عشان العضلة دي قصيرة، فهي اللي بتخلي كتفنا يطلع لقدام. فاحنا بنحاول ان احنا نسترتش العضلة بتاعة الشست أو الصدر.
ونقوي العضله بتاعت الكتف الخلفيه. فاحنا ممكن نروح عند اي مثلا حيطه او اي مكان نسند عليه ونحط ايدينا هنا 90 درجه ونبدا نحرك الابر بادي. الايد كلها مسنده على الكوع والايد مع بعض. تمام. واحرك جسمي الفه كده وهثبت 30 ثانيه. خليكي زي ما انت على طول بطنك مشدوده هتلاقي استرتش في العضله بتاعت الشست مع الكتف الامامي. 30 ثانيه. لو حافظنا على دوت كل يوم يعني ممكن في خلال اسبوعين ثلاثه تبص تلاقي شكل يعني كتفك اتغير كتير. بجد يا كوتش قد ايه حركه بسيطه. انا تقريبا ما بعملش مجهود بس انا حاسه انه الحته دي فعلا بتضيع. هي عضله ضعيفه وما بنشتغلش عليها خالص. صح. فيعني لو ركزنا فيها هتعمل فرق كبير جدا وهتخلينا نبعد عن اصابات كبيره جدا وخطر جدا. وحتى نقدر نعملها في المكتب يعني لو في شغل وفي ناس في مكاتبهم يقدروا يعملوا ده. الموضوع المكتب ده موضوع مهم قوي قوي ان احنا مثلا كل 30 دقيقه نقدر نتمشى شويه بس علشان جسمنا ما يبقاش احنا بنبقى على طول ساندين بنبقى على طول بنكتب حاجه. كل 20 دقيقه 30 دقيقه نعمل الارم حتى على الموبايل كده ان احنا كل 20 دقيقه نطلع نتحرك بس دقيقتين وهنرجع تاني نعمل الاسترتشات. تمرينه المكتب دي احنا هنعملها فقره لوحدها طبعا لكل الناس والموظفين اللي بيشتغلوا هنعمل لهم طبعا التمرينه بتاعت المكتب. واتمنى بقى فرح بقى حاجه ان الناس الفتره اللي جايه نلاقي الناس ماشيه في الشارع عاملين كده مش عاملين كده. ها انا هبتدي بنفسي. احنا هنبدا بنفسنا خلاص ونفرد ظهرنا ونشوفكم في حلقه جديده. نمسك موبايلاتنا بقى نكمل اللي احنا بنعمله. صباح الفل.